صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالإنجازات. فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. صحة وسعادة برنامج يعني تقدمه الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. أطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، ومن التنسيق الأخت سارة يوسف، وهذه تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي. مثل ما عودناكم دائما مستمعينا نبدأ حلقتنا بمجموعة من الأخبار الطريفة يمكن، ويمكن الأخبار الحادة، لكن هي جولة ما بين يعني وكالات الأنباء وما أصدرته من مواضيع وأخبار في مجال القطاع الصحي. أول خبر يعني باخذ من جريدة البيان يقول السمنة أحد أبرز العوامل التي تزيد احتمال الإصابة بالسكري. إصابات السكري في الإمارات تجاوزت المليون. كشفت الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن عدد حالات الإصابة بمرض السكري في دولة الإمارات تجاوزت المليون حالة في عام 2015، وشهدت معدلات الإصابة بالسكري زيادة ملحوظة على مستوى شريحة الشباب نظراً إلى توافر عدة عوامل تشمل ارتفاع معدلات السمنة والإجهاد والضغط النفسي واتباع نمط حياة يخلو من النشاط والحركة. وكشفت الإحصائيات أن عدد المصابين بداء السكري في العالم يتجاوز 415 مليون شخص، وأن عدد المصابين بهذا المرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها يناهز 35.4 مليون مصاب، مع توقع ارتفاع هذا العدد ليصل إلى 72.1 مليون مصاب بعام 2040. أرقام تخوف. عشان كذا نحن دائما نقول يا جماعة الخير نحن نركز على الوقاية، لأن الوقاية خير من العلاج. خبر ثاني يقول الخلايا المناعية أمل جديد في علاج السرطان، أسلوب ونهج جديد يتبعه مختصون في الأمراض السرطانية تغني عن الجراحات والعلاجات السائدة من العلاج الكيماوي، العلاج الإشعاعي، الجراحة. هذه هي الطرق السائدة لمعالجة السرطان، لكن الآن هناك أسلوب جديد يبشر بالأمل في قيد التطوير. جهاز المناعة في الجسم يملك قوات تعرف باسم خلايا تي، الخلايا المناعية التي لديها القدرة على التعرف على الأمراض بما في ذلك الخلايا السرطانية، وبعد ذلك تقوم هذه الخلايا بمهاجمتها. لكن الأورام توفر نظام للدفاع عن الخلايا السرطانية للتمويه من خلال التحور لإرباك وسحق خلايا تي. اكتشف فريق من خبراء علاج السرطان البريطانيين ممن يعتقدون أنه ثغرة في تلك الدروع، والاكتشاف الجديد من شأنه أن يشكل الأساس الأبرز لمكافحة الأورام السرطانية بالجسم من خلال تدميره بالكامل، ولكن ليست جميعها بالحجم نفسه. ومن المتوقع أن تبدأ التجارب على الإنسان بعد عامين على الأقل، ولكن الدراسات تشيد بهذه الخطوة المهمة والتي من شأنها تطوير علاجات جديدة أفضل في استهداف الخلايا السرطانية. خبر آخر يقول العلماء ينصحون الحوامل بعدم الإفراط في تناول السمك.
بيّنت هذه نتائج الدراسة العلمية التي أجراها علماء من جامعة كريت اليونانية. وقال العلماء أن على النساء الحوامل الاكتفاء بتناول 3 وجبات فقط من السمك في الأسبوع، وإلا فسوف يعاني أطفالهن من البدانة في المستقبل. يشير العلماء إلى احتمال زيادة وزن الأطفال الذين كانت أمهاتهم تتناولن أكثر من 3 وجبات سمك في الأسبوع، يزداد بنسبة 20% وأكثر. ويعود سبب هذا حسب رأيهم إلى وجود شوائب في لحم السمك، وخاصة عنصر الزئبق الذي يؤثر في عمل هرمونات الأم والطفل معا. يعني هذه الدراسة، الله العالم. يعني أنا ما أدري شو تعليقكم أنتوا مع تناول السمك. صحيح 3 أيام في الأسبوع كافية أعتقد، يعني الواحد مفروض أنه ينوع في الوجبات الغذائية. بس في حد ما يأكل سمك مول، هاي بعد مشكلة. المهم الخبراء التغذية دائما يعني يحاولون يحطون البرنامج الغذائي المتكامل اللي فيه كل العناصر الغذائية، حتى الواحد يوم بيسوي دايت ولا كذا ما يمنع نفسه من شيء معين، لا، انه يحاول قدر الامكان انه ياكل وجبة متكاملة. على طاري الغذاء والاكل، خلونا نروح عند بعض الفواكه. نتكلم عن التين، هذه الثمرة اللي لها فوائد علاجية وصحية، حيث يعتبر التين من أقدم الفواكه التي استخدمت في العلاج، إذ يقول المؤرخون أن أهمية التين كمادة علاجية للعديد من الأمراض عرفت في مصر يعني سنة 1500 قبل الميلاد. يحتوي التين على الكثير من المواد المفيدة للجسم، على رأسها المغنيسيوم والمواد التي تعزز عمل الإنزيمات المحفزة للهضم. ويحتوي التين على ألياف غذائية، علاوة على خليط متوازن من 11 من أنواع الفيتامينات و14 من المواد المعدنية و14 من الأحماض الأمينية. وفقا هذا الكلام وفقا لتقرير نشره موقع بانكهوفر الألماني، ورغم أنه غني بمواد سكرية كالجلوكوز والفركتوز، إلا أن هذه الجزيئات مرتبطة بالمواد المعدنية، وبالتالي فهي لا تضر بالأيض كما يفعل السكر الأبيض. ونظرا لغنى التين بالمغنيسيوم، فهو يساعد في تقليل الضغط العصبي وتقوية القلب والدورة الدموية. وينصح الخبراء بمزيد من عصير البرتقال مع التين المعصور كمشروب صحي يساعد في التخلص من نوبات الضغط العصبي والتوتر. فهذه فوائد التين. أيسا تبغي تعرف فوائد البطيخ؟ طيب اسمع فوائد البطيخ. يقول لك في أشياء نحن ما نعرفها عن البطيخ. اشتهر أكل البطيخ في فصل الصيف بسبب تأثيره المنعش على الجسم، وتتمتع هذه الفاكهة الصيفية بفوائد لجميع أفراد الأسرة. يقي تناول البطيخ من الأمراض السرطانية، وأهمها سرطان البروستات، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وأهمها الليكوبين المعروف بمحاربة الشوارد المؤذية لخلايا الجسم والمسببة للسرطان. ويرتبط الليكوبين بتقوية العظام ووقايتها من الترقق. وللمحافظة على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة في البطيخ، يجب المحافظة عليه ضمن حرارة الغرفة، إنزين، يعني مثل ما يقولوا روم تمبريتشر، ما بتحطونه في الثلاجة. يعد البطيخ من بين المصادر الغنية بفيتامين سي الذي يقوي المناعة والنشاط الذهني، ويساعد في الشفاء من الإصابات، ما يجعله الفاكهة المثالية للأطفال. ويعتبر البطيخ فاكهة رائعة لصحة العينين بسبب احتوائه على فيتامين A. والبطيخ أيضا معروف بحماية شباب البشرة ووقايتها من التجاعيد بسبب مضادات الأكسدة التي تحارب العناصر المسببة لشيخوخة الخلايا
وفيتامين سي المسؤول عن بناء الكولاجين في البشرة، ما يمنع ظهور التجاعيد. ولعصير البطيخ أهمية أيضا، فقد أثبتت البحوث أنه يساعد في شفاء التشنجات وآلام العضلات التي تسببها التمارين الرياضية القاسية. وقد تبين أن الرياضيين الذين تناولوا نصف لتر من عصير البطيخ قبل تدريباتهم الرياضية شعروا بتشنج أقل في العضلات، وانخفض معدل دقات القلب لديهم. بشكل عام يرتبط تناول البطيخ بتحسن وظائف القلب والشرايين وتقليل ضغط الدم، ويحتوي قشر البطيخ على مادة السيترولاين التي تحسن من وظائف الشرايين وتخفض ضغط الدم. يعني بتعالج كل أمراضك عيسى، كل بطيخ، واشرب عصير بطيخ دائما قبل الحلقة بنص ساعة، اشرب لك نص لتر. انزين، عموما عشان اطلع الفاصل وما تعصب علي مستمعينا، بعد الفاصل عندنا يعني ان شاء الله موضوع من المواضيع اللي بيتداخل معانا فيها اذا سنح للوقت الدكتور عبد الرحمن الجسمي المدير التنفيذي لمستشفى دبي. بنتكلم عن ان مستشفى دبي اصبحت وجهة عالمية للاستشفاء، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للآلام، وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، أصبح لمستشفى دبي التابع لهيئة الصحة بدبي يعني بصمته الخاصة وفي أساليبه المبتكرة للوقاية والعلاج. هذا الموضوع أهل المستشفى للحصول على مجموعة من الاعتمادات الدولية، وخلاها وجهة مفضلة للعلاج وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة للمرضى من سواء من داخل الدولة ولا خارجها. طيب، وين وصل مستشفى دبي؟ وليش يعني يتوافد عليه بين الحين والآخر العديد من الوفود الصحية اللي تأتي من دول يعني نحن عندها متقدمة كثيرا في المجال الطبي؟ هني ما نتعرف على التجارب الناجحة لمستشفى دبي في العلاج والعمليات الجراحية المعقدة. ويسعدنا أن يكون معانا عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن الجسمي المدير التنفيذي لمستشفى دبي. حياك الله معانا دكتور. ألو دكتور، تسمعني؟ سمعك دكتور. يعني السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، البارحة كان عندكم وفد أمريكي متخصص زار المستشفى. في البداية يعني خلنا نتعرف على سبب زيارة الوفد وشو اللي اطلعوا عليه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب فيك أستاذ محمود وأستاذ المستمعين. في الواقع هذه جزء كانت من الزيارات المتكررة في تعاون قائم بين العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الطبية الخارج الدولة مع مستشفى دبي. الزيارة في يوم أمس كان مع وفد أمريكي، كان يعني الهدف منه إقامة بعض العلاقات الطبية في مجال العلاج الأمراض القلب وجراحة القلب، وأيضا في مجال طب الطوارئ. فطلع الوفد على الإمكانيات المتوفرة في الهيئة وفي مستشفى دبي بالتحديد، وكان هناك يعني جلسات مفاوضات لبدء عملية التعاون إن شاء الله في مجال العلاجي مع كبرى المؤسسات الأمريكية. كان هذا وفد ممثل من يعني مؤسسات صحية، وأيضا وزارة الخارجية الأمريكية كانت ترعى هذه المفاوضات واللقاءات. جميل دكتور، شو أبرز المؤسسات الصحية اللي مثلها الوفد؟ وأيضا هل كانت هنالك يعني ملاحظات أو اقتراحات لتطوير العمل في المستشفى، أم أن الجماعة كانوا بس يبغون يطلعون على الإمكانيات اللي موجودة عندنا؟ هي كانت زيارة تعريفية وتطلع على حجم العمل ويعني طرق العلاج المطبقة في المستشفى، و
أيضا يعني المشاريع المستقبلية في قطاع الطب، يعني اللي هو تخص مرضى اللي نستقبلهم في الطوارئ، الطرق الحديثة، البروتوكولات الحديثة في طب الطوارئ وأيضا في جراحة القلب. هي حقيقة وفد، لكن يعني يمثل عدة مؤسسات في علاج القلب في أمريكا وفي طب الطوارئ، لكن تعقبها إن شاء الله زيارات أخرى يكون تفصيلية ونوافيكم فيها إن شاء الله بالتفصيل. إن شاء الله. دكتور هني، خلنا نتكلم شوية عن مستشفى دبي بتجهيزاته وأساليب الجراحية المبتكرة. يا ترى وين وصلنا بمستشفى دبي؟ هو لله الحمد كان في بعض الإنجازات اللي هي يعني تذكر على الصعيد العالمي في تشخيص وعلاج الأمراض، بالتحديد في أمراض السرطان. هناك عندنا أيضا يعني في 2015 تقنية حديثة استخدمناها في علاج الأورام، استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون لتصوير الشرايين، هذا عفوا لأمراض الشرايين والقلب، تصوير دقيق للأوعية يكون فيها حقن للغاز تروح للشرايين اللي هي مصابة وتعطي صورة ملونة عن إذا كان في أي خلل في عمل الشريان، انسدادات أو في أمراض موضعية في الشريان أو تحتاج إلى استئصال أو شيء. فهو في الناحية التصويرية أو التشخيصية هذا يعتبر فحص حديث جدا، قليل من المراكز العالمية تستخدمه، وتوفر في مستشفى دبي لأول مرة في العام الماضي 2015. دكتور يقوم عليه الدكتور أيمن صالح اللي هو استشاري الأشعة في المستشفى. أنا بحاول استضيف دكتور أيمن لأن الموضوع شوية كيف أنا أحقن ثاني أكسيد الكربون، يعني هاي تقنية يعني صراحة أنا مستغرب منها. لا هذه طبعاً هي طبعاً من الغازات السامة، لكن تحقن في حقن صغيرة في أماكن معينة في حد في وضع ما تأثر على لا لا، هي معترف فيها عالمياً، وبالعكس تعتبر تقنية حديثة تساعد بشكل كبير في حالات كبار السن. أعتقد أنا مش متأكد كثير، بس هي حتى نستبعد المواد الملونة اللي عادة ما يكون فيها جميل. أثار جانبية. نحن نسلط الضوء على هذه التقنية دكتور. أيضا في عندنا في مجال السرطان في عندنا أيضا تقنية حديثة تسمى راديو فريكونسي أبليشن بالعربي، استخدام التيار الكهربائي المركز لإشعال حرارة أو لبعث حرارة عالية في مناطق الأورام، مناطق السرطان. الهدف منها إن إحنا نقضي على خلايا السرطان، يعني قضاء موضعي. وهذه يعني تسبقها عملية تصوير دقيق وتحديد أماكن السرطان وتحديد حدودها حتى ما تخرج هذه الكهرباء أو التيار الكهرباء يخرج عنها الأماكن، تحددها قبل العملية وبعدين يعني تشتغلها تشتغل التيار الكهربائي بشكل مركز للقضاء على الخلايا السرطانية. هذه تستخدم في أورام العظام والكلى والبروستات، وأيضا بدينا فيها في عام 2015 في مستشفى دبي. هذه يعني من التقنية الحديثة اللي تفخر فيها هي الصحة، وتستخدم في الحالات اللي يكون إجراء العملية للمريض صعب نتيجة أمراض أخرى مثل فشل كلوي مثلا أو قلب أو شيء من الأمور، فيخضع المريض لهذا العلاج لهذه التقنية اللي يعني ما يكون فيها آثار جانبية ويستفيد منها المريض بشكل كبير جدا. والله يا دكتور يعني أنت أعطيتني موضوع إن شاء الله ملف طبي ما نطرح فيه الأورام السرطانية والخدمات التي تقدم في هيئة الصحة بدبي وبالتحديد في مستشفى دبي من خلال هذه التقنيات الجديدة. طيب دكتور أنت تحدثت أن معظم هذه التقنيات وكذا هي معتمدة عالميا، الآن أنا بسأل عن مجمل الاعتمادات الدولية اللي حصلت عليها مستشفى دبي. نعم طبعا احنا يعني باوامر من قياده صاحب السمو الشيخ محمد ان تصبح دبي رقم واحد، فاحنا دائما نقيم يعني مستوى الخدمات بالمؤسسات العالميه،
وهذا اللي يعني نسعى فيه في كل لقاءاتنا مع القيادة مع معالي رئيس مجلس الإدارة. بفضل الله المستشفى حصل على الاعتماد الدولي لمؤسسة الـJCI الأمريكية. طبعا ثلاث مرات حصلنا على الاعتراف، والسنة هذه السنة راح يكون للسنة الرابعة. حصلنا عليه في 2007 و2010 و2013. ايضا عندنا اعتماد دولي حصلنا عليه من جمعية تروية القلب الأوروبية. هذه الجمعية تعطي اعتمادات قطب داخل المراكز الصحية والطبية الأوروبية. ولثاني مرة الآن الإمارات أو مستشفى دبي حصل على هذا الاعتماد كدولة خارج الدول الأوروبية. والدولة الأولى اللي سبقتنا كانت جنوب أفريقيا، فبعد دولة جنوب أفريقيا حصلت مستشفى دبي على هذا الاعتماد، ويعتبر يعني من الصعوبة الحصول على مثل هذه الاعتمادات، ولله الحمد. جميل. أيضا إحنا عندنا اعتمادات من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في طب التخدير كمركز معتمد للتدريب، حصلنا عليه العام الماضي في 2015. وقبل شهرين حصلنا على اعتماد مستشفى دبي كمركز عالمي لتدريب في الطب النووي، وهذا الاعتراف حصلنا عليه من وكالة الطاقة الذرية لمقرها في فيينا، وكان احتفال كبير يعني بحضور مسؤولين وسعادة السفير في سفيرنا في فيينا. فالحمد هذه الأمور يعني كلها حديثة 2015-16، ويعني كل هذه الجهود إن شاء الله مستمرة يعني نحن نضع دبي على الخارطة العالمية، وهي كذلك يعني إن شاء الله، بس الآن نتكلم في مجال تعزيز هذه يعني المكانة. طيب دكتور، الآن يعني نتيجة هذه الإنجازات ونتيجة هذه الأمور اللي حصلت عليها ونتيجة هذه المكانة التي حصلت عليها دبي ومستشفى دبي بالتحديد، صار في إقبال كبير من المرضى من داخل الدولة وأيضا من خارج الدولة في تخصصات كثيرة في مستشفى دبي. يا ترى أنتوا كيف تتعاملون مع هذا الإقبال الكبير على المستشفى؟ نعم بالفعل أستاذ محمود، هو المؤشرات دائما تشير إلى زيادة عدد المراجعين والمرضى في كافة الأقسام حقيقة. يعني إحنا مقابل هذا الزيادة الكبير في عدد المرضى وتأخرهم في الحصول على المواعيد، هناك استراتيجية في مستشفى دبي الآن إن إحنا نركز فقط على المرضى اللي هم بحاجة إلى علاج متقدم ومتخصص، اللي يكاد يكون صعب ان المريض يحصل عليه خارج نطاق هيئه الصحه. فالان هناك خطط ان احنا الحالات اللي هي الباطنيه العامه ممكن ان هي تتحول الى مستشفيات اخرى ممكن في القطاع الخاص، ويتم فقط ابقاء التخصصات الدقيقه في المستشفى هي اللي يكون عندها أماكن أكثر وعيادات متكررة، ويكون في تركيز في تطور العلاج، لأن المستشفيات الأخرى العامة يعني تركيزها بيكون على الأمراض العامة، ما يكون في تخصصية واضحة. فإن شاء الله يعني نأمل يعني مساهمة القطاع الخاص مع خدماتنا في المستشفى، يمكن هذا بيساعد على أن احنا نظل مركز متخصص وليس كمستشفى عام يعني مثل ما هو حاصل حاليا. نسأل الله عز وجل هذا يعني تتكلل هذه الجهود يعني تطوير الخدمات ونساهم في ان المريض يحصل على مواعيد مبكره ويكون في اسره ايضا متوفره لاجراء العمليات التخصصيه. صحيح، وللمحتاجين اكثر يعني من غيرهم. وايضا هذه استراتيجيه يعني اعلنت ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومه دوله الامارات العربيه المتحده، وتم ايضا يعني التركيز على القطاع الصحي بشكل عام في دولة الإمارات، وهذه هي الاستراتيجية اللي ستسعى لها الحكومة في يعني توفير بيئة صحية في دولة الإمارات يشارك فيها القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء. طيب دكتور، الآن
حجم التوسعات المستقبلية للمستشفى تماشيا مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي. يا ترى شو التوسعات اللي قادمة في 2016 و17؟ هو في الواقع في لقاءاتنا الأخيرة مع معالي رئيس مجلس الإدارة تم اعتماد 6 مشاريع توسعية في مستشفى دبي. الآن عندنا مشاريع كبرى مثل توسعة الأقسام العلاجية المركزة. بعد التوسعة هذه إن شاء الله راح يكون عندنا عدد مضاعف للأسرة عند الوضع الحالي، ويكون في عندنا توسعات في العناية المركزة المتخدج وفي غرف الطوارئ. أيضا عندنا مشروع مهم وكبير جدا اللي هو إنشاء مركز علاج السرطان. هو في الواقع المركز موجود، لكن إن احنا نكمل كل الخدمات بما فيها العلاج الإشعاعي، وهذا هذا العلاج يعني تسعى له هيئة الصحة حتى تقلل من معاناة المرضى في الانتقال إلى مراكز أخرى داخل الدولة لتلقي العلاج. فهذه من المشاريع التوسعية في 2016-2017، وإلى جانب الأقسام العناية المركزة والخدج، وعندنا أيضا توسعة في قسم الطب النووي وإدخال بعض التقنيات الحديثة مثل التسكان. هذه أيضا مهمة جدا. في السابق كان المرضى يعانون أنهم يضطروا للسفر خارج الدولة والانتقال إلى بعض المراكز في أبوظبي. فالآن إن شاء الله مع اعتماد هذا المشروع الضخم راح يكون من يعني يكون كل الخدمات هذه متوفرة في مستشفى دبي وفي محيط المستشفى في المنطقة المخصصة ل يعني مستشفى دبي. نتمنى أن هذه كلها إن شاء الله تساهم في رفع مستوى المستشفى أكثر وأكثر في هذه التقنيات النادرة إن شاء الله. جميل، أكيد هي بتساهم بشكل أو بآخر حتى في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. الدكتور عبد الرحمن الجسمي المدير التنفيذي لمستشفى دبي، نحن شاكرين لك وقتك وشاكرين لك هذه المداخلة، ونتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا استاذ احمد، بارك الله فيك. شكرا. اذا مستمعينا، كان معنا الدكتور عبد الرحمن الجسمي المدير التنفيذي لمستشفى دبي، طرحنا عليه بعض المواضيع اللي كنا نتحدث فيها عن الامور التي سوف او الامور اللي قدمتها المستشفى في 2015، وايضا الامور اللي بتكون في المستقبل ان شاء الله القريب وليس البعيد من تطوير لخدمات المستشفى، وجعل أحد المستشفيات المتخصصة والتي تقدم خدماتها للمرضى، والهدف إن شاء الله يعني توفير كل سبل العلاج في الدولة وليس خارجها. عموما فاصل وما نرجع لكم، ما ننتقل إلى بعد الفاصل، ما ننتقل إلى العيادة الذكية، ما نشوف شو في عندهم اليوم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، مثل ما أنتم متعودين دائما كل يوم اثنين وخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12 تطلق الهيئة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي مبادرة جميلة جدا، هي مبادرة العيادة الذكية. هذه المبادرة تستضيف فيها الهيئة من خلالها نخبة من الأطباء والمتخصصين، تطرح موضوع معين عبر هذه العيادة، يتم اختيار هذه المواضيع وفق الأهمية ووفق أيضا الوقت المعين اللي أحيانا يرتبط بفعاليات أو مناسبات عالمية أو حتى مناسبات محلية. اليوم تناقش العيادة موضوع وايد مهم، هو موضوع صحة المرأة. نحن منروح للعيادة عن طريق الهاتف وعن طريق ضيفتنا اللي سحبناها شوية برا على العيادة عشان ناخذ معاها هذه المداخلة، الدكتورة أميمة عبد الرحمن عبد الكريم، استشارية النساء والتوليد بهيئة الصحة في دبي. دكتورة،
صباح الخير. لين هلا مرحب. صباح النور. يا هلا دكتورة، كلمينا اليوم عن موضوعكم في العيادة الذكية، شو أهم المناقشات اللي قاعدة تصير واللي تخص موضوع صحة المرأة؟ بنتكلم عن صحة المرأة عامة اليوم، بدينا نتكلم عن صحة موضوعنا عن صحة المرأة اللي هي صحة المرأة من الطفولة إلين سن المتقدم من العمر. تحدثنا عن صحة المرأة إنه تبدأ من التربية في البيت، على إنه الصحة هي صحة عقلية وصحة جسدية. الصحة العقلية ترتبط الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، وإنه الأم تبدأ مع أطفالها من بداية حياتهم كيف تربيهم على أساس يكونوا المرأة تكون صحيحة جسديا وعقليا في المستقبل. تكلمنا عن إنه هذه تبدأ الأم تربي عيالها من الفترة الأولى على الغذاء الصحيح، الغذاء السليم، عشان نتجنب مشاكل البدانة. وتكلمنا عن البدانة ومشاكلها مع الحمل وما قبل الحمل، مشاكلها مع ارتفاع الضغط والسكر، المشاكل المربوطة مع البدانة اللي هي بتبدأ من الطفل، بتبدأ حياته في خلايا السمنة بتبدأ تتكون في الجسم وتستمر معه لما بعد السن المتأخر. تكلمنا عن صحة الحوامل، المتطلبات في بداية الحمل وما قبل الحمل، الأشياء اللي هي المفروض المرأة تتبعها، مفروض تقابل العيادة ما قبل الحوامل لما تكون متغرّة تحمل، تأخذ حامض الفوليك أسيد اللي هو بينقص من أمراض الجهاز العصبي بنسبة عالية جدا، هي نسبة 70%. شو اسم الحامض مرة ثانية دكتورة؟ حامض الفوليك. أوكي. حامض فوليك أسيد اللي هو فوليك أسيد موجود في الأشياء الخضراء، المواد كل العضويات الخضراء هي موجود فيها، لكن إحنا بنفضل إنه تأخذ نسبة منه اللي هي علاجية عبارة عن 0.4 بتأخذه قبل الحمل بثلاثة شهور. لا الحين طبعا لأنه الناس عندنا ما بتكون بتحمل تلقائية، ما بتكون محددة إنها حدا عايزة تحمل هذا الشهر، موجود في كثير من المواد الغذائية الحين في حليب متوفر فيه هذا حامض الفوليك أسيد اللي هو فورتيفايد، بيكون فيه حامض الفوليك أسيد. تأخذه قبل الحمل بنقص نسبة الإصابة بالأمراض الجهاز العصبي اللي هي فتحة في الشفة الأرنبية معروفة للناس، واللي هو مرات بيكون فتحات على العمود الفقري بتسبب في مشاكل للطفل وهو صغير. وبنفضل إنه الواحدة لما تكون داخلة مرحلة الحمل لو كان وزنها غير مناسب تحاول تنزل وزنها قبل ما تدخل في الحمل، لأنه الوزن الزايد مع الحمل بيعرضها لمشاكل الضغط السكري، مشاكل إنه البيبي بيكون حجمه كبير، ممكن تتعرض تدخل عملية قيصرية، الجلطات مع الحمل كلها ترتبط لو زيادة الوزن بتؤدي لجلطات، ترفع النسبة من الإصابة بالجلطات، جلطات الدم اللي هي على الرجول أو في الرئة. وتحدثنا عن إنه فترة الحمل هي تعتبر فترة صحية، يعني حمل طبيعي إذا استبناها لمرحلتين، مرحلة طبيعية. بس اسمحي لي بهاي المداخلة، في يعني هنالك ارتباط وثيق بين بدانة الأمهات خلال الحمل وسمنة الأطفال. هذا الكلام اللي قلتي أثبتته دراسة هولندية، يعني صارت على أكثر من 3300 طفل وأم. هذه النتيجة كلها اللي خلصت إليها أن الأطفال اللي يولدون لأمهات بدينات أثناء الحمل يواجهون احتمال أكبر بنسبة 20% في زيادة الوزن، وأيضا وجدت الدراسة أن الأطفال اللي يزيد وزن أمهاتهم بعد الولادة معرضون كذلك لمخاطر زيادة الوزن في المستقبل. صحيح. فهذا بس تأكيد على 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 الكلام اللي تفضلتي فيه. والعيادة طرحت اللي هي المشاكل على الحمل، مع لما يكون زي ما قلت إنه الحمل لو الواحدة حامل وهي مدينة تتعرض لمشاكل أثناء الحمل، وبفضل إنه تحاول تنقص وزنها قبل الحمل لو اتبعت حتى لو. شو هو الوزن المثالي دكتورة للمرأة الحامل؟ إحنا بنعتبر الكتلة، بنتبع الكتلة اللي هي الجسم، الكتلة الجسم أقل من 19، هذه بنعتبرها لو جينا قسمناها أقل من 19 تعتبر هذه يعني اللي طيب هو. على الكتلة طيب. المناسبة دكتورة، الكتلة المناسبة الطبيعية للمرأة، يعني شو هي الزيادة اللي مقبولة للمرأة أثناء فترة الحمل؟ لو كانت المرأة حامل على كتلة طبيعية اللي هي بين 17 ل 25، الزيادة الطبيعية اللي هي 12 ل 15 كيلو بتزيد فيها أثناء الحمل.
تعتبر زيادة طبيعية. لو كانت اللي هي حامل على أقل من الوزن الطبيعي اللي هي كانت ضعيفة جدا بيعتبر الزيادة حتى 20 كيلو 18 كيلو مقبولة. لو كانت حامل بوزن زيادة جدا بنقول بفضل إنه الوزن الزيادة يكون بين 7 إلى 11 كيلو أثناء الحمل. يعني الوزن الطبيعي بين 10 إلى 18 كيلو جرام الزيادة المقبولة بالنسبة للمرأة بشكل عام. نعم طيب دكتور. أثناء الحمل الزيادة الطبيعية هذه تعتبر. إنزين شو هي المواضيع الأخرى اللي انطرحت بعد بعيد عن الحمل والولادة؟ أتكلم عن سرطان الثدي وكيف الحماية منه. لو الواحدة حست كيف تفحص الثدي اللي هو لو حست بأي كتلة الحين المستشفيات في دائرة الصحة بتوفر خدمات يعني مستهلة أكسسبل للناس إنه على أساس إنه الواحدة أول ما قلقت لأنه نسبة سرطان الثدي 1 لـ 8 من كل 8 حريم واحدة فيهم معرضة لأنها تصاب وتزيد الإصابة إذا كان في تاريخ أسري للمرض. بنفضل إنه أي واحدة حست إنه كل شهر بعد الدورة الشهرية تحاول تتحسس الثدي تفحصه. لو حست أي كتلة قلقت منها أقرب مستشفى أو مركز صحي تراجع وتستشير الطبيب على أساس يتأكد إنه ما في أي شيء لأنه من الأمراض اللي السرطانية الممكن تتعالج بنسبة 95% إذا تم اكتشاف سرطان الثدي في وقت مبكر من المرض. هني دكتور يعني اسمحي لي بس أنا بقرأ هذه الرسالة لأن حتى المبادرات اللي تقام أيضا بالنسبة لمختلف البرامج. في رسالة من المستمع عبد الله يقول تفضلت أخي الكريم بأن نسبة مرض السكري مرتفع في الدولة وأضيف أن هنالك أمراض أخرى أيضا بدأت نسبتها تزداد والسبب الرئيسي هو غياب الوعي الصحي عند معظم أفراد المجتمع. للأسف أن دور وزارة الصحة والهيئات الصحية في الإمارات متواضع جدا وأغلب مبادراتها التوعوية هي إعلامية أكثر منها توعوية ولا ترقى أبدا لخطورة هذه الأمراض. طيب دكتورة أنا هني أنت بما أنك أنت ذكرتي واحد من هذه الأمراض اللي هو سرطان الثدي يعني أبو عبد الله يقول أن هذه التوعية الإعلامية مع أهميتها يعني أبو عبد الله اسمح لي أنا أقولك مع أهمية الوعي الإعلامي لأن أنت من خلال هذه البرامج اللي قاعدين نقدمها في هيئة الصحة أو حتى من خلال الأجهزة الأخرى المناطة بالتثقيف والتوعية الصحية هنالك يعني أمور كثيرة نحن ممكن نتجنبها بروحنا منا ومن أنفسنا. دكتورة خليني أضرب مثال السرطان الثدي اللي أنت تكلمتي عنه أن هنالك إمكانية علاج مثل هذه الأمراض إذا تم اكتشافها مبكرا. قولي لي دكتورة شو البرامج اللي الهيئة تسويها زين في موضوع بس أن تحفيز النساء على الفحص المبكر دائما والفحص الدوري لموضوع سرطان الثدي؟ يعني مثلا نحن في هيئه الصحه بنفضل انه الحين في حملات توعيه حتى بتروح للمولات للمراكز الصحيه يعني تصل للمواطن في مكانه. يعني من حمله اللي هو توعيه عن سرطان الثدي مستشفى دبي قامت بتوعيه صحيه وصلت للمولات انه تقدم هذه التوعيه في مناطق كثيره على اساس انه تصل للمواطن في مكانه. صحيح. وقدمت هذه التوعية وبتشرح بتطلع كتيبات اللي هي تتقدم للمريض وفي نفس الوقت بندي أكسس يعني من الأشياء اللي بنشرح للحريق للنساء كيف إنه يفحصوا الثدي كل شهر. بتدينا مثلا بنوريهم الأشياء المتوفرة يعني بنعرض الأشياء المتوفرة في دائرة الصحة اللي هي الحاجات البسيطة يعني ممكن ما نصل للمرحلة بتاعت الماموغرافي الحين لو الواحدة يعني وصلنا دكتورة يعني أنا الآن حتى في المراكز الصحية هذه الأجهزة موجودة أصلا متوفرة ومن متطلبات التأمين كذلك برنامج سعادة أنه يجب أن تكون هنالك بعض الفحوصات اللي يجب أن يقوم بها المؤمن عليه لتجديد هذا التأمين لأن المسألة مو مسألة أني أنا أعالجك أعطيك تأمين أعالجك بهذا التأمين لا المفروض أني أنا يحميك من البداية بالضبط
فعموما هي المسألة تماما دكتورة ترجع إلى الفرد نفسه. إذا أنت تبغي تحافظ على صحتك فما حد يقدر يوقف قدامك في هذا الموضوع. أنت وجودكم في العيادة الذكية بعد هذه واحدة من الوسائل اللي تسعون لها من خلال العيادة الذكية أنكم أنتم توعون المجتمع بهذا الموضوع. عموما دكتورة أنا شاكر لك ووقتك هذا وخذناك من العيادة الذكية. أنا بس أرسل مع السادة المستمعين فأتمنى لكم التوفيق، وأيضا اللي يبغي يتعرف أكثر على مختلف المواضيع اللي موجودة في العيادة الذكية ممكن أن يتواصل معاكم عن طريق الحسابات DHA_Dubai. دكتورة أميمة عبد الرحمن عبد الكريم استشارية النساء والتوليد بمستشفى دبي بهيئة الصحة في دبي، شاكرين لك هذه المداخلة، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا شكرا. إذا حسابات الهيئة ما زالت مستمرة معاكم في تغطية العيادة الذكية. العيادة الذكية قلنا لكم موجودة على حسابنا في تويتر أو الهاشتاج أو الوسم العيادة الذكية، حسابنا DHA_Dubai بتشوفونه في تويتر وإنستغرام. الإنستغرام بتكون فيه ومضات من هذه العيادة. أيضا اللي يبغي يتابع العيادة بالصوت والصورة ممكن أن يستخدم برنامج البريسكوب ويشوف العيادة بالصوت والصورة على نفس الحساب اللي ذكرته من شوية. جزاك الله خير، خلصنا الحلقة يا بولي الكوفي. عموما أنا بس يعني موضوع الوقاية يا جماعة الخير ترى هو قرار شخصي، قرار شخصي منك أنت عزيز المستمع، أنك أنت تحط في بالك أن أنا محتاج أقي نفسي من الأمراض. أيضا يعني وسائل كثيرة بالنسبة لنا نحن في هيئة الصحة حاولنا قدر الإمكان أن نستغل معظم وسائل الإعلام للوصول إلى المستمع للحصول على المعلومة الصحية الصحيحة الصحية الصحيحة اللي يجب أنك أنت تتبع لها. في عندنا هذا البرنامج الإذاعي، أيضا في عندنا الملحق الصحي أو الملحق الطبي اللي يصدر مع صحيفة البيان كل يوم أحد، وتقدرون تطلعون عليه كذلك من خلال موقع البيان .ae في لينك خاص اسمه البيان الصحي، ممكن تطلعون على كل المواد الخاصة في هذا الملحق. أيضا عندنا كذلك وسائل التواصل الاجتماعي، نحاول قدر الإمكان أن نعطيكم المعلومات الصحية الصحيحة مثل ما ذكرنا. كذلك إن شاء الله سوف نتوجه عبر يعني بين الخطط المستقبلية، ما أبغي أقولكم إياها منخليها في وقتها، لكن في خطط كثيرة في هذا المجال. ليش؟ لأن التوعية يعني يفترض فيها أن تصل إلى أكبر عدد من المستمعين، فنحن نحاول يعني قدر الإمكان أن نوصل لكم. يقولون الصبر يطول العمر، هذه دراسة جديدة تقول أن الصبر ترى مو بس فضيلة، لا ممكن أن شاء الله يا أخي صبر علينا شوية. يقول لي خلصت الحلقة. عموما بس بقول هاي الدراسة وبنهي الحلقة. يقولون أن الصبر يمكن أن يساعد على إطالة العمر، لأن في بحوث علمية بينت أن حمض النووي DNA يهرم بسرعة أكبر لدى الأشخاص قليلي الصبر. تسمع عيسى؟ يقول لك وجدت البحوث أن النساء بشكل خاص أكثر عرضة لتأثير فقدان الصبر في الأحماض النووية للجسم. هذا الاكتشاف قدموه باحثين في سنغافورة، وقاموا بتطبيق اختبارات على أكثر من 1000 طالب لمعرفة مدى تأثير الصبر في عمر الأحماض النووية في أجسامهم، وشمل هذا الاختبار إعطاء المشتركين إمكانية الحصول على هدية $1000 في اليوم التالي للاختبار أو الانتظار مدة شهر للحصول على مبلغ أكبر. تم سؤال المشتركين في الاختبار عن قيمة المبلغ اللي يتوقعونه بعد شهر يعني، فكلما زادت قيمة المبلغ الذي توقعه كل شخص قل صبره عنه لدى باقي زملائه.
حصل الباحثون على عينات من دم المشاركين لفحص الحمض النووي لكل منهم، وركزت البحوث على الهياكل الصغيرة الموجودة في الأحماض النووية التي تسمى التيلومترات. واسمحوا لي بقولكم أن كلما تقدم البشر في السن صارت هذه التيلومترات أقصر وأقصر، ما يؤدي إلى أن تلحق بعض الأضرار بالحمض النووي، وهو ما يرفع احتمال الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في السن. عموما أنا يعني وصلوا الجماعة اللي بيستلمون البرنامج والاستوديو، سامحوني طولت عليكم، لكن بما أن عيسى تأخر علي في الانطلاقة بالبرنامج فأنا عوضته بهذا الوقت. عموما نلقاكم غدا إن شاء الله، عندنا ملف طبي ما نطرحه من خلال حلقة الغد، فحتى ذلك الموعد تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، ومن التسويق للأخت سارة يوسف، وفريق الإعداد بقسم الإعلام في هيئة الصحة. وإلى الملتقى، ودائما عندما نختم نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.